أماني أختي؟ أيوة يا فندم. مالها أماني؟ هو اللي قالك كده؟ أيوة يا رشام بيه. تفتكر يا حنفي الواد ده بيلف ويدور علشان ينتقم من اللي اسمه حربي والمعلمة اللي اسمها انشراح دي بعد اللي عملوه فيه، ولا بيتكلم جد؟ أنا ليه نظر يا باشا، لو كان بيلف وبيدور كنت عرفت، ده غير بقى أنه واخد له كاسين سبيرتو، واللي يشرب سبيرتو يا باشا ما يعرفش يكذب، يقول كل اللي في قلبه ويجيب من الآخر. طب مستني إيه يا حنفي؟ تلب وتغطس وتجيب لي اللي اسمه أبضايا ده من تحت تقطيق الأرض. ازيك يا بنت يا زهر؟ إن شاء الله تسلم يا سيد المعلمين. معلمة صحيت ولا لسه؟ صاحية من النجمة، ما نمتش وقاعدة مستنياك. شفتي المعلم حربي يشرب إيه؟ تشرب إيه يا سي حربي؟ فخفخينة. أشرب فخفخينة؟ يا فخفخينة أنت. من عينيا دي قبل عينيا. خلاصي. حاضر يا معلمة. تعالي يا حربي، تعالي. تعالي يا حربي. اقعد. قولي عملت ايه مع صلاح امبارح؟ قال لي هيدرس الموضوع ويرد علينا في اقرب وقت. طب ما يرد بسرعه، رجاله رشوان مش هيسكتوا، هيفضلوا يشمشموا عشان يعرفوا مين اللي عمل العمليه الكبيره دي. ادي احنا صابرين يا معلمه لغايه لما نشوف هنتصرف ازاي في الحديد وفي العربيه. حربي انا كده فلوسي ما رجعتليش، وما نبنيش بس غير ان انا اتدبست في عمليه خطيره، لو حد عرف ان احنا اللي عملناها ربنا يستر علينا. ما تخافيش يا معلمه، صلاح ده ابو التفانين كله، واكيد اكيد هيلاقي لك حل يجيب لك حقك ويبعد رشوان ورجالته عننا. بس يرد علينا يا حربي بسرعه بدل ما يتخرب بيتنا بسرعه. انت ربي فين؟ جو. شهادتك يعني تصحى بدري وتجيني ايه؟ عندك اخبار جديده؟ امال يعني هاجي لك ليه؟ وصلت الحاجه؟ انا ما وصلتش، انما رشوان اتصل بيا النهارده الصبح وقال انه وصل لحاجه وعرف مين اللي عمل العمله دي. مين؟ ما رضيش يقول، مستني لما يتاكد. هو جه ده مدوخنا ليه؟ مع ان هو السبب في الغرقه اللي احنا فيها دي، ما يقول يا سيدي. ما يمكن يكون علشان هو اللي ضيع البضاعه عايز هو اللي يرجعها عشان شكله يبقى كويس قدام الباشا الكبير. ايوه ايوه، ويكسب بنت كبير عند الباشا، مع ان هو اللي وجعنا الوجع السودا دي. خلاص يا سيدي خلاص، عشان كده هو عايز يقابلنا الليله دي في العوامه ويقول لنا ايه اللي حصل. خلاص نقابله الليله دي في العوامه نشوف هيقول ايه. انا كلمتهم النهارده في الكباريه وحكيت لهم على كل اللي حصل، وقلت لهم كمان ان احنا هناخد اجازه كام يوم لحد ما انت تروقي كده. كتر خيرك يا دعاء. تشكري يا حبيبتي. تعيشي. بقول لك ايه، يلا بقى الحي خلصي قهوتك عشان ننزل نروح على الحته. نروح نعمل ايه هناك في الحته؟ الله، مش النهارده اليوم التاني للعزا؟ واكيد هيبقى في ناس كتير قوي عايزه تعزيكي. يا اختي لا، انا عايزه اروح ولا هاجي، مش عايزه اروح. يعني ايه الكلام ده؟ الناس هيقولوا علينا ايه يا دنيا؟ ناس ايه يا دعاء؟ الناس بتتكلم علينا من زمان، احنا بالنسبه لهم يا اختي عيارنا فالت وماشيين على حل شعرنا. انا خلاص مش هعتب هناك تاني، ابويا خلاص راح. بالهنا. ولا كيمو، هو دعاء والدنيا ما جوش النهارده ولا ايه؟ لا ما جوش. عمي زمانهم جايين، مش معقوله يعني ما يجوش. عايزين المعلم حربي ومعلمه انشراح عايزينك في المستودع انت وبركه. طب روح احنا جايين وراك. عايزيننا في ايه دول؟ بخبره بفلوس. يلا بينا. خير يا معلم. اصبر بركه، روحنا دي العمال بتوع المستودع كلهم وجمعهم لي هنا قدامي. من عينيا. ها رجاله تعالوا كلموا المعلم. انا تعالوا. هو ايه العباره يا معلم؟ اصبر اصبر على رزقك يا زين. جاي رجالة يا معلمة. خير يا معلمة. فين؟ أمرك يا معلمة. كلنا عارفين إيه اللي حصل لأبضايا ودقرم والكوتش.
وهم غاروا في 60 خرارة إلهي ربنا ما يرجعهم، وإن كانوا هم السبب في موت عم رزق إلهي ربنا ينتقم منهم. مجمعاكم النهاردة عشان أقول لكم على حاجة، الريس حربي والريس زين من النهاردة هم معلمين المستودع، كلمتهم زي كلمتي بالظبط وكلامهم يمشي على رقبة التخين. أما المعلم بركة اللي قد الدنيا هو اللي هيبقى مسؤول عن عمال المستودع. مبروك يا معلم. مبروك يا معلم. مبروك يا معلم زين. ربنا يكرمكم يا رجالة، ربنا يكرمكم. وأحب أقول لكم إن أنا والمعلم زين بنعرف إزاي نعامل رجالتنا كويس، وبإذن الله هترتاحوا معانا على الآخر. ربنا يخليك لنا يا معلم حربي. من النهارده رجالتك يا معلم. ربنا يخليك يا معلم. أيام البلطجة والافتراء خلاص يا رجالة راحت، وكل واحد فيكم إن شاء الله هياخد حقه زيادة حبتين وهيتعامل أحسن معاملة. أهم حاجة عندي بس إن كل واحد يشوف شغله صح ويتعامل معانا بما يرضي الله. يلا رجالة كله يشوف شغله، اتكلوا على الله. يلا رجالة الهمة أمار، أنا بحبش الدلع، واللي هيدلع هضطر إن أنا أتلفظ. ماشي يلا رجالة يلا. هو صلاح لسه ما جاش؟ لا لسه، ربنا يسوقه. يا سلام يا نشوى، لو كان معايا كاميرا كنت خدت شويه صور يجننوا. بقى خناقه زي دي بتقفي وتتفرجي عليها؟ انت مفتريه يا بنتي. انت ما شفتيش الناس قد ايه مغلوله من اسم قبضايا؟ ده مصدقه ان حرب اتصدله وراح طردوه من بره الحته. يا حبيبتي انت مديه الموضوع ده اكبر من حقه، دي حته خناقه في حي شعب زيها زي اي خناقه بتحصل كل يوم. هتعملي بقى منها زعيم وبلطجي والناس مشيت ورا الزعيم، والحكايه تاخد بقى بعد سياسي ورموز ملهاش اي لازمه. بلاش امين، يبقى خالك يبقى واسع ودخلك في مناطق ما انتش قدها. يا بنت الايه يا نشوى، ده انت لفتت نظري لحته موضوع هيكسر الدنيا. البعد السياسي لحادث في حي شعبي، هو ده الموضوع. لا ده انت مخك شطح لبعيد قوي، انت محرره حوادث، محدش هيسمح لك تنشري موضوع بالشكل ده، لا رئيس القسم ولا حتى رئيسه التحرير. هو النهارده ايه؟ النهارده خميس. خلاص يبقى اطلع لنعيم بيه واخد موافقته على الموضوع، وساعتها بقى محدش هيقدر يفتح بقه. انت هتاخدي على الراجل ولا ايه؟ هو عشان يعني ما طلب يشوفك مره هتقعدي بقى تنطي له كل شويه والتانيه؟ يا بنتي انا معايا كارت بلانش منه، اطلع له في اي وقت ولو احتجت اي حاجه. عن اذنك. ايه يا نشوى، انا مش فاضيالي، موضوعك روحي عرضيه على رئيس القسم اللي عندك. انا حضرتك عرضت عليه قبل كده اكتر من موضوع ومفيش برضو ولا حاجه منهم اتنشرت. يبقى شغلك اي كلام، اعمل لك انا ايه؟ اشمعنى يعني شغل اماني بيتنشر على طول؟ ولا هي علشان بتروح لرئيس مجلس الاداره تعرض شغلها عليه؟ قصدك ايه؟ انا ما اقصدش حاجه، انا لسه شايفه اماني من شويه وقالت لي انها طالعه تعرض موضوعها الجديد على رئيس مجلس الاداره تاخد موافقته عليه. اماني عند نعيم بيه؟ هو حضرتك ما تعرفيش؟ طب روحي شوفي انت شغلك دلوقتي، ولما تشوفي اماني ابقي ابعتيها لي. طب الموضوع بتاعي هاتيها بقرا بعدين لما اخلص. عند ايه؟ اتفضلي. ايه راي حضرتك يا فندم؟ هايل هايل يا اماني، الربط بين حادثه في حي شعبي واللي بيحصل في البلد ربط ذكي جدا. ده غير ان فكرة البطل اللي بيساعد الناس على الخلاص من الظلم والقهر فكرة عظيمة في حد ذاتها. الموضوع بتاعك ده ممكن يبقى موضوع مهم جدا، ده ممكن يهز البلد كلها. انا اول ما جات لي فكرة الموضوع يا فندم قلت لازم اعرضه على حضرتك واخد موافقتك طبعا. بس عشان الموضوع ده يكتمل يا اماني لازم تعملي حوارات في المنطقة الشعبية اللي انت كاتبة عنها دي، وخصوصا مع الجدع اللي اسمه حربي يا فندم. ايوه مع الجدع اللي اسمه حربي ده. انا حاسس ان الموضوع ده هيفتح عيون الناس على حاجات كتير قوي بتحصل في البلد ومحدش دريان بيها ومفيش حد واخد باله منها. ما تخافش يا فندم، انا هبتدي كتابه في الموضوع حالا. انا ناوي كمان يا اماني اصعدك، ايوه اخليك في مكان احسن من اللي انت فيه واكبر بكتير. انا مش عارفه يا فندم اقول لك ايه، انا متشكره قوي يا فندم حضرتك. ما تقوليش اي حاجه يا بنتي، ده الواحد ما بيصدق انه يلاقي حد مخلص ومجتهد في شغله وبجد وحقيقي عشان يقف جنبه ويسنده في رسالته. وانت يا اماني نموذج للشباب.